هذه الحالة مخصصة لأغلب الأسئلة تجيني، ليش سيارتي تصرف بنزين كثير؟ وإيش أقدر أعمل؟ وليش سيارتي صح تصرف بنزين أكثر من سيارتي؟ وهذه الحالة نتكلم فيها عن هذا الموضوع، ونحاول نغطي جميع الأشياء اللي لها علاقة بصرفية البنزين، ولأن الأسباب كثيرة لكن نأخذ أهمها وبشكل مختصر. وأهم وأوضح سبب صرفية البنزين هو سعة المحرك. ومحرك سيارة 1.6 لتر راح يصرف أقل بكثير من محرك سيارة 4.0 لتر، وهذا أمر بديهي، كل ما صغر حجم المحرك كل ما كان قدرة اقتصادية أكبر. والأمر الثاني هو التكنولوجيا والتطور الهندسي. وأتوقع أن السيارة كامري مثلا موديل 2000 راح تكون تصرف بالضبط زي كامري موديل 2017. التكنولوجيا المستخدمة في موديل 2017 مختلفة تماما على ما كان عليه في موديل 2000، في الاختلاف أكيد واضح. ويمكن في البداية لازم تعرف أنت سيارتك قديش كانت تصرف، فهذا تقارن بطيخة بتفاحة. ولا تجيب سيارة اكسبلور وتقارنها بجيمس، جيب سيارة اكسبلور وقارنها بسيارة اكسبلور ثانية. ولا تجيب سيارة موديل 2000 وتقارنها بسيارة موديل 2010، جيب سيارة موديل 2010 وقارنها بسيارة موديل 2010. عندك كمان طبيعة القيادة. اترك السباقات لأهلها، انت واقف على الإشارة إذا قمت بقوة راح تصرف بنزين، إذا كنت بشويش راح تصرف قليل. حاول انك تستخدم عقلك في التعامل مع الشوارع، لان اذا كانت السرعة في الشارع 80 وضغطت من 0 الى 80 بالقوة راح تصرف بنزين اكثر، وبعدين تمشي بسرعة ثابتة. لكن لو انتقلت من 0 الى 80 بتدرج راح تصرف بنزين اقل بكثير لو انك دعس عليها دعس. وكثير ناس تتصرف بهذا الامر، تلاقي السيارة مع دعس المنزير بتتميل معها قدام الى ورا، تميل معها لقدام الى ورا. حاول انت لما تسوق السيارة لا تستخدم دواسة البنزين كأنها دواسة دراجة، تدوس وترفع تدوس وترفع. ثبت الدعسة، كل ما ثبت الدعسة الكمبيوتر راح يفضل يقلل صرفية البنزين لين ما يعطيك نفس الأداء وأقل صرفية ممكن. نصيحتي هنا استخدم قدر الإمكان ثبت السرعة، ثبت السرعة لما تشغل الكمبيوتر راح يعطيك أفضل أداء وأقل صرفية بنزين. طبعا سابية السيارة ما عليها كلام، كل ما كانت السيارة سابية أكثر كل ما كان أداءها أفضل. تركب حمولة فوق سلم أو بوت، غير أنه يحمل وراح يأثر كثير على سابية الهواء وراح يزود في صرفية البنزين. والوزن الكلي للسيارة كل ما فضلت السيارة من الأشياء والأغراض اللي ما لها داعي كل ما كان أفضل. أو شنطة سيارة أحد الشباب تلاقي فيها بلاوي، تلاقي فيها ملابس، تلاقي فيها كتب، تلاقي فيها غسالة ونشافة ودولاب. حاول تنزل بالسيارة كل الأشياء اللي أنت ما تحتاجها وخلي السيارة أخف ما يمكن. ولا تنسى تستخدم البنزين الصحيح لسيارتك، سيارتك 91 وتحط فيها 95. أنت كيف ترمي فلوسك هباء؟ حط في سيارتك حسب ما هو المصنع يقول لك أنه محتاج، حالة المحرك وجودته. طبعا لو السيارة كانت مستهلكة وماشي 200,000 أكيد تستهلك بنزين أكثر من السيارة الجديدة الماشية 50,000. إذا غيرت البواجي، إذا نظفت البخاخات، هل المحرك فيه ترسبات كبيرة بداخله؟ كيف حالة حساسة الأكسجين؟ كيف تثبت الرصاص؟ هل هي مسدودة أو لا؟ كل هذه الأمور تستدعي عشان تعطي نفس القوة وتدعس بنزين زيادة، فبالتالي تستهلك بنزين زيادة. والجير أوتوماتيك هل يبدل بسلاسة؟ ولا يعلق الـ RPM على نمرة معينة وبعدين يطول حتى يعشق النمرة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، فبالتالي يطول معك ويصرف بنزين أكثر. نفس الشيء الجير العادية، هل تعشق بسرعة على 2 أو 2.5 RPM أم زيد الضغط إلى على 3 أو 3.5 بعدين تعشق؟ كل ما زاد الدعس زاد انبير الضغط، كل ما تصرف السيارة بنزين. خلينا نتكلم عن الكفرات، الدراسات تقول أن 15% من صرف البنزين للسيارات هو بسبب قلة ضغط الكفرات، يعني إذا الهواء ناقص راح يصير عندي احتقاك أكثر يخليني أصرف بنزين أكثر. وعلى ذكر الكفرات، هل أنت مركب كفرات أكبر من الحجم المطلوب؟ لأنه كل ما زاد مقاس الكفر كل ما زاد المحيط، كل ما بدل المحرك مجهود أكبر عشان يحرك هذا المحيط بالذات على السرعات العالية. زاوية تلامس الكفر مع الأرض، هل أنت معامل ميزان وتصيص بشكل جيد؟ بالتالي الكفر ثابت وتحتك بأقل قدر ممكن مع السفلت، ولا هي داخل على جوا ولا طالع على برا، فبالتالي تسبب عندي اختلاف فتزيد الاحتكاك وبالتالي زيت من صرف البنزين. المكيف هل يأثر على صرف البنزين لما شغله؟ أغلب الدراسات تقول أنه يأخذ من 2 إلى 3% من قوة الأحصنة. لو طفيته ممكن توفر بنزين قليل، لكن أغلب الدراسات تقول أنه بعد سرعة 100 إلى 110 أنت فاتح شبابيك الهواء اللي يأثر على السيارة أكثر بكثير وراح تصرف بنزين أكثر. فالأفضل أنك داخل المدينة تفتح شبابيك إذا كان جو مناسب، وإذا كنت في خط سريع
قفل الزجاج وشغل المكيف عشان يكون سابية الهواء أفضل. ما في داعي نقول إنك أنت كنت ساكن في منطقة مستوية أو انتقلت لمنطقة جبلية بأن سيادتك راح تصرف بنزين أكثر بسبب الطلوع والنزول. انتبه، هذا كثير من الشباب يقول لي أكون ماشي 120 مع أنه واقف وحط السيارة على النوترال أي على الإن، هل هذا يصرف بنزين أو يأثر على الجير؟ ما راح يأثر على الجير، لكن لو كنت ماشي ووقفت وخليت السيارة عدي راح تصرف بنزين أقل بكثير وأنت مخليها على الإن، لأن على الإن المحرك راح يكون شغال ضغطه على 800 RPM، ولكن لو كانت معشقة عدي الكمبيوتر راح يأمر البخاخات بأن تعطي أقل صرف بنزين. ودي ذلك راح تلاحظ الامبير الضغط نازل الى 500 RPM اي على 0.5، فصرف البنزين والسيارة معشق عدي راح تكون اقل بكثير لما تكون السيارة على النوترال اي على الان. في بعض السيارات الحديثة في انظمة التشغيل واطفاء السيارة في الزحمة، وهذا الوضع ممتاز يخفف مصرفية البنزين. ولا تعمل الشيء هذا اذا سيارتك ما في هذا النظام، لا تطفي السيارة وترجع تشغلها، فالسلف في سيارتك ما راح يتحمل. السلف في هذيك السيارة مختلف تماما في تصميمه، فبالتالي البنزين اللي راح توفره في اطفاء السيارة وتشغيلها رايح تدفع اضعافه لاصلاح السلف. اخر شيء انتشر الفترة الاخيرة قطعة تشتريها حوالي 10 الى 15 دولار تركبها في الفيش اللي تحت دركسون اللي هو تبع الفحص على اساس انها تخفف في صرفية البنزين. كانت الشركات كلها تهافزت عليها واشتغلت عليها. ولا تنسى تسوي شيء طيب اليوم وفي حفظ الرحمن.